مهند هرب كمان؟ أعصابه كتير تعبانة وأنا كمان. هو ما كان لازم يعمل هيك، بس بتعرف والله الحق معه، حلمي جننه. ما بيقول لي شو حكى معه هالواطي، ما بعرف شو حكى حتى خليه يتصرف بالطريقة. رح أقوم أحكي معه على انفراد، ما عم بقدر أحكي بوجود نهال. اتركه لا تضغط عليه، خليه يضل لحاله، بكفي اللي صار معه، انتزع أحلى يوم بحياته. أهلا وسهلا. شو صار نهاد؟ تركينا منه، هذا الزلمي جانين. شو عم بيقول؟ شغلي ما بتنحكى يا بيسان. قلنا يا ابني وخلينا نعرف، بلكي منقدر نعمل شيء، إذا ضلينا ساكتين رح يركب على ظهرنا. الموضوع ماله على قفك، طمني. تتعلق فيه؟ كان عم بيحكي عن ماما مو هيك؟ حاطت راسه براس مهند وسمر. كيف يعني؟ يعني عم بيقول إنه في شي بيناتهم. حاجة بقى، هالرجال كتير تخنا. قلتلك جاني، تخيلي إنه وصلت مواصيله لهون، قديش صاير لقيه؟ بهدل حاله قدام الناس وبهدلنا معه. الحق علي، أنا أخذتكن لهوني. لا الحق مو عليك، طالما صغر لهالدرجة بده يعمل هالشي بأي طريقة، بس هالمرة كتير تجاوز حدوده وكان بيستاهل هالبهدلة. ما قدرت نام طول الليل، كل الوقت وأنا عم فكر بكلام حلم الزفت. كأنك أخذتي هذا الكلام بشكل جدي؟ ما عم صدقك. الزلمة صرح له لعدنان وقال رح أثبت لك هالشي بالوثائق. وثيقة شو؟ وثيقة شو اللي بده يجيبها؟ كيف بده يجيب وثيقة على شي ما أنا موجود؟ ما عم بفهم. أنا أختك يا سمر، طلبت نلتقي مشان هذا الشي، ما عم صدق. إيه، لأنه في شوية أسئلة براسي عن مهند وعنك، تجمعت عدة صور قدام عيوني وجوات عقلي. أنت عم تتوهمي، ما بدي اسمع هاد الجنان. عادي اذا بتريدي. ما عم صدق. انا حاسه انه انت مو سعيده مع عدنان، ويمكن يكون مهند لخبط لك تفكيرك. انت بتعرفي شو عم تحكي؟ وماما حاسه بالوضع اللي بيناتكم كمان. عملت لعبه نهال ومهند ولا انا غلطانه؟ غلطانه بكل شيء عم تحكي، وجاي عم بتبهدليني؟ ابدا. ايه بس انت بلشت تصيري مثل عيله حلمي ونهال بالضبط، بلشت تخرفي. سمار عادي وخلينا نحكي. بكفي تخريف. أنا بس أنت عم بتخرفي وبس، عم بتفكري إني مو سعيدة مع عدنان. روحي شوفي حالك، متزوجة من ابن حلمي ونال الجبان، وشايفتك طايرة من السعادة. حلوا عنا بقى، اهتموا بحالكم.